وللتعليق على تصاعد الأحداث الأمنية في محافظة بابل ينضم إلينا من عمان الناشط السياسي عبد القادر النايل. أهلا بك سيد عبد القادر، وأسألك في البداية باعتبار أن بابل تعود للواجهة من جديد في من خلال تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات، كيف تفسر هذا الاستهداف الممنهج لمناطق بعينها دون أخرى؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المؤكد تماما هذا الاستهداف ليس وليد اللحظه، وهو في تصاعد، لانه اصبحت بابل مقرا لميليشيات معينه كميليشيات العصائب، وكذلك تواجد ميليشيات حزب الله في جرف الصخر، وخبراء لبنانيين من هذه الميليشيات يدربون على الاغتيالات والاختطاف. وهذه القضيه تعود منذ اكثر من عامين تم كشفها والإعلان عنها، وأنه حتى معلوم تماما سياسيين كبار في العملية السياسية فضحوا القضية بأنه ملف جرف الصخر بيد حزب الله اللبناني. لذلك من المؤكد تماما أنه ما يجري حاليا هو استهداف لسنة بابل بطريقة واضحة تماما، من أجل إخراجهم ومن أجل العمل على التغيير الديمغرافي لهذه المحافظة المهمة، وهي الملاصقة لبغداد، وكذلك هي ملاصقة أيضا للفلوجة. لذلك يأتي هو كل هذه الأعمال الإجرامية من خلال القطف، الاغتيالات، رأيتم ورأى العالم كيف تم قتل محامي والمعتقل البريء بأمر قضائي وعائلته. عندما يصل هذه المرحلة إلى هكذا إجرام، فإنه من المؤكد تماما أن المرحلة وصلت إلى قضايا كبيرة من التخطيط الإجرامي لهذه الميليشيات، والتي تنأى الحكومة عن فتح هذا الملف أو مواجهة هكذا عملية أو الطلب. نعم، بحديثك عن الحكومة أستاذ عبد القادر ونتيجة هذه الانتهاكات المرتكبة، كانت القوات الحكومية فرضت حظرا للتجول في قرية الإسكندرية تحديدا شمال بابل، إلى أي مدى تظن أن حظر التجول هذا سيكون حلا للانتهاكات المرتكبة من قبل الميليشيا؟ اولا حظر التجوال للمعلومه هو من اجل تغطيه او من اجل حصر المنطقه للتفتيش عن مقتل المجرم امجد الجبوري القيادي في عصائب قيس الخزعلي، وليس لان هناك عمليات قتل واختطاف لشيوخ عشائر او عمليات تهديد لتهجير سنه الاسكندريه بطريقه من هذه الميليشيات. ولذلك الحكومه تؤكد مره ثانيه من خلال حظر تجوال الاسكندريه على انها داعمه للميليشيات وللجريمه المنظمه، والا فان العمليه لا يمكن ان تذهب باتجاه حظر التجوال لتغطيه الجرائم الموجوده والتهديدات الواقعه. كان المفروض من الحكومه ان ترسل فرق عسكريه وان تخرج الميليشيات وان تعتقل هؤلاء الذين يهددون، لا سيما انهم هم من يقولون اننا نتسلط على جميع اجهزه الهواتف. فبالتالي كان من المعلوم ان يتم كشف الجهات التي تهدد الناس، وان تبدا بعمل اجرائي وقائي كاعتقال لهذه الميليشيات التي تهدد حياه الناس، لكن للاسف الحكومه هي تساند وتعمل مع المجرمين بطريقه متوازنه. النائب رعد الدهلكي كان تحدى سياسيين في تصريح تلفزيوني تحداهم لدخول جرف الصخر دون موافقه ميليشياته، كيف تقرا مثل هذا التصريح؟ هذا التصريح مؤكد، لأن حيدر العبادي قبل عام ذهب إلى بابل ولم يستطع الدخول إلى جرف الصخر، فبالتالي جرف الصخر الآن قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله، ويتم تدريب فيها عمليات الاغتيالات. لذلك ربما ستشهد بغداد حالات الاغتيالات والانهيارات الأمنية في بغداد، لأنه ما جرى عمليات وصول الحشد إلى السلطة وإلى السياسة وإعلانهم كتلة سياسية يؤكد على أنهم عازمون على استخدام جميع الوسائل للسيطرة الأمنية والسياسية على العراق وعلى الحكومة. لذلك من المعلوم لن يدخل أحد ولن يجرؤ أحد الدخول إلى جرف الصخر، وأتحدى ولكن هؤلاء البرلمانيون لأنهم فاشلون فقط يتكلمون بهذا الإطار، وإلا كان المفروض عليهم أن يتم استدعاء حيدر العبادي لمجلس النواب إن كانوا صادقين من أجل التحقيق معه واستجوابه على قضية جرف الصخر، ولماذا لا يصوت مجلس النواب على دخول فرق الجيش العسكرية إلى جرف الصخر؟ هذا يؤكد تماما أن هناك أيضا استهلاكات للانتخابات القادمة، وإلا فإن الحل موجود عندما تكون وقفة جادة حقيقية لأهالي جرف الصخر وغيرها من المناطق.
أستاذ عبد القادر، بتزامن مع هذه الانتهاكات المرتكبة من قبل الميليشيات في بابل وكذلك حوادث خطف شيوخ العشائر، برأيكم أين تتجه الحالة الأمنية في بابل؟ الحالة الأمنية في بابل وفي غيرها ستذهب إلى التدهور الحاد، لأنه نحن نعلم تماما أن عمليات الأمن الميليشياوي والظلم الواقع وعمليات التدخل الكبيرة الإيرانية هي ستفضي في النتيجة إلى نتائج وخيمة على المستوى الأمني. لذلك في بابل هناك ستكون انهيارات أمنية، كما ستشهد بغداد انهيارا أمنيا واسعا، وستبدأ مراحل الاغتيالات الممنهجة، لا سيما أن الحشد موجود والميليشيات موجودة وهناك السلاح الموجود المتفلت، ما دام القضية صارت أصبحت رسمية لأنهم يحملون باج الدولة وسيارة الدولة. بالتالي الوضع الأمني سيكون وضعا مأساويا قادما على جميع المحافظات العراقية، لكن لا سيما بغداد والمناطق المجاورة لها، أي حزامها والمناطق المتجاورة لها، سيكون أيضا ومن ضمنها بابل ستكون عمليات اغتيالات وعمليات اعتقالات، لأنهم يبغون إلى التهجيرات الطائفي وإلى التغيير الديمقراطي الواسع في كل هذه المناطق المحيطة في بغداد. الناشط السياسي عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لك.